الان انا بجرب اقفز. مرحبا انا كريستال. مرحبا انا عبد الرحمن. نحن اليوم في زنجبار التي تقع في المحيط الهندي من الجهة الشرقية لقارة أفريقيا. زنجبار تتبع دولة تنزانيا لكنها تتمتع بحكم ذاتي شبه مستقل. تتكون زنجبار من مجموعة من الجزر يصل عددها إلى 52 جزيرة، أكبرها العاصمة أنجوجا. جزيرة عريقة حكمها العمانيون لفترة من الزمن وتركوا فيها الكثير من الشواهد التاريخية. سنكتشف معا هذه الجزيرة بكل ما فيها من معالم شيقة، فاستعدوا. زنجبار وخاصة المدينة القديمة بتحس انك رجعت تقريبا شي 200 سنة بالزمن لورا. صحيح، والحلو ان هذه المباني التاريخية القديمة تم اعادة ترميمها واصلاحها وحولوها لفنادق سياحية. صح، والطراز المعماري بزنجبار مزيج بين الهندي، الافريقي، العربي وحتى الغربي، يعني فيك تقول مثل طراز عالمي. والسبب موقع زنجبار الاستراتيجي يلي خليها محطة لكل التجار بالعالم. زنجبار متنوعة وفريدة. إلا قولي لي، حتبدأي برنامجك اليوم بإيش؟ عم فكر بركة روح زور المدينة القديمة. على كذا لازم أنا كمان أزور المدينة القديمة. طب ما زال هيك، أنا عندي تحدي لك تعمله بذات الوقت. تمام. إنك تزور موقع ثقافي. ثقافي ثقافي، أنا لكل حاجة، حزور موقع ثقافي. وعلى فكرة طلع معي مرة حاجة حتعجبك. شو هي؟ بنهاية اليوم أكلمك، صعب أكلمك الآن. كريستال، شايفة الألوان والمشغولات الموجودة في السوق؟ فعلاً الألوان كتير ملفتة، والملفت أيضاً حجم المعروضات يلي أغلبيتها شغل إيد يدوي. تعرف، عم فكر كفي برمتي بالسوق قبل ما أروح أول حبيتي حتى. السوق، حضيع يومك في السوق. أنا بالنسبة لي عندي تحدي ولازم اليوم أن أنا أفوز فيه. يلا أنا أشوفك، خلص أوكي. أنا جولتي وبعدين نتقابل. تم إدراج مدينة زنجبار الحجرية على لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 2000 بسبب حفاظها على رونقها وكونها تعكس مزيجاً من الحضارات والثقافات مثل الحضارة الهندية والعربية والأوروبية وغيرها. هذه الأبواب مصنوعة من خشب التيك وهو نوع من أقوى أنواع الأخشاب. البيوت في زنجبار أبوابها ما زالت صامدة، حتى وإن تهدم البيت يظل الباب صامد. لكم أن تتخيلوا، عند بناء البيوت يتم في البداية وضع الباب ثم بناء البيت،
ولذلك أبواب زنجبار أبواب شهيرة واشتهرت وانتشرت في بلدان عديدة حول العالم. في زنجبار نوعين من الأبواب، النوع الأول ويسمى الباب العربي ويأتي مستطيل من الأعلى، والنوع الثاني يسمى الباب الهندي ويأتي دائري من الأعلى. قررت أتحدى كريستال وأصور فقرة ثقافية بامتياز كيفية صناعة الأبواب الخشبية في زنجبار، الأبواب المزينة والمنقوشة بطريقة فريدة. صناعة الأبواب الخشبية المنقوشة والمزخرفة هي واحدة من أبرز الحرف اليدوية في زنجبار، وتعتبر رمزاً للثقافة السواحلية في شرق إفريقيا. يحرص العديد من السياح على زيارة هذه الورش المتخصصة بهذه الحرفة التي لاقت انتشاراً واسعاً على مستوى المنطقة. الأبواب الزنجبارية زينت منازل الميسورين في العديد من بلدان العالم. بعد زيارتي للورشة ومشاهدتي للعديد من الأبواب، أعتقد أني فزت عليك يا كريستال. لي فيها، لي في الثقافة، لي في الفنون، ولي في الجنون. إلى جانب الألوان والأشكال المختلفة، منلاقي أنه هون القماش كمان عليه كتيبة. هذه الكتيبة هي طريقة للنساء تعبر عن شو عبالهم يقولوا للناس اللي حواليهم، لأنه هون النساء ما كتير عندهم حرية التعبير عن الرأي. في زنجبار تلفتك الملابس بأشكالها المختلفة وألوانها القوية والزاهية، هي أكثر من مجرد قطعة ترتديها النساء، فهي تعكس حضارة وثقافة امتدت لقرون. مصممة الأزياء الأفريقية دورين ماشيكا بتستخدم بتصاميمها القماش التقليدي الكانغا وبتحوله لملابس معاصرة. تعتبر ستون تاون المدينة القديمة والقلب الثقافي لزنجبار، والتي تقع على السواحل الجذابة لجزيرة أوغنجا. تم بناء معظم هذه المدينة في القرن 19. الآن إحنا في مسرح للهواء الطلق، مسرح بني قبل أكثر من 200 عام. هذا المكان تم إعادة تأهيله وأصبح يمارس فيه أنشطة ثقافية وفنية. في مدينة ستون تاون العاصمة التاريخية للجزيرة ستشاهد متحف على الهواء الطلق، وكذلك ستشاهد الأزقة المتعرجة والجميلة. وأنتم تتمشوا في أزقة زنجبار، لا تنسوا ما تتعرفوا على المحلات التي تبيع اللوحات الزنجبارية بألوانها المتنوعة والزاهية. عبد الرحمن، أنا حسيت أنه أنت حبيت الثقافة،
لا زنجبار جميلة، وأنا أكيد حبيت الثقافة، أنا أحب الثقافة والرياضة والمغامرة، بس كمان التجربة في الأنشطة الثقافية كانت مميزة خصوصا في زنجبار. لما حلو هيدا اعتراف كثير حلو. لا أكيد. كيف كانت تجربة البواب؟ تجربة جميلة، زرت ورشة صناعة الأبواب والتفاصيل اللي فيها، انبسطت صراحة مع أنه جو الزنجبار كان شوية رطوبة، بس فعلا أنا استمتعت. أنا رح أكتفي بأنك انبسطت وما زال انبسطت، زنجبار كلها رح تكون بهالطريقة، أنا مغامرة وأنت ثقافة. ما فيش مشكلة، بكم أن أنا أكون فائز عليك ومتفوق عليك في كل التحديات سواء أنا ثقافية أو رياضية. حلمك عبد الرحمن. على زنجبار ونفل منا بلا ما نتعرف على الموسيقى الأفريقية التقليدية. هاجي هون رح يخبرنا أكثر عن هالآلة الغريبة. هاجي، can you please tell me more about this instrument? So this instrument called rimba. Rimba. Rimba, and this rimba our grandparents they make it. So from generation to generation. So for us here we have this, and when the guests coming here we are showing them our tradition. You sit in touristic areas, and when the tourists come, you play traditional African music. Yeah, and also we go out other place to go, like to the hotels, to weddings, people to know about the rimba, how we play and how it sounded. صباح الخير كريستال. تحدي اليوم تحدي ثقافي بامتياز، أنا قررت اليوم أزور المتحف الوطني في زنجبار. في هذا المتحف يمكننا أن نشاهد تاريخ زنجبار وبالتحديد في الفترة العمانية.
في المتحف أيضاً أثاث لقصور السلاطين تعطينا فكرة عن نمط حياتهم. كما نشاهد صور لسلاطين زنجبار وشخصيات كان لها أثر كبير في الثقافة العمانية. يعتبر كهف كوزا من الأنشطة السياحية المفضلة في زنجبار. تكونت أحجاره الجيرية منذ آلاف السنين، وبالنسبة لسكان القرى المجاورة يعتبر هذا الكهف مقدس، لذا يقصدونه للصلاة وحرق البخور. صغيرة. يقال أنه عندها قدرة علاجية للشفاء من بعض الأمراض، فالسواح أما بيجوا لهون أملاً بالحصول على الشفاء أو بكل بساطة للتمتع بالسباحة. يقال أيضاً أنه هيدي الماء مقدسة وكفيلة بتحقيق كل أنواع الأمنيات. الهدف منها رؤية ساندبانك، وهو عبارة عن ضفة رملية بنص البحر تختفي مع المد. يعني تخيلوا بعد لحظات من هلأ المنطقة يلي أنا فيها رح تغمر الماء بالكامل. اليوم أنا مع الشباب في زنجبار، واحدة من الأنشطة المشهورة جداً على هذا الساحل. هؤلاء الشباب يقفزوا في البحر بحركات بهلوانية متعددة. جاهزين؟ الآن أنا بجرب أقفز. على فكرة القفز يحتاج مهارة وشجاعة. أنا عندي شجاعة بس المهارة أقفز. قاعدين يتحدوني. الشباب هنا جدا اجتماعيين وجدا محبين للزوار، زي ما تشاهدوا الزوار في هذا المكان من كل الجنسيات يأتوا لمشاهدة هذا النشاط الجميل. أنا جدا تحمست، هروح ألبس السباحة.
المدينة القديمة في زنجبار موقع مختلف وفريد من نوعه في العالم، وهو سوق العبيد، آخر سوق للرقيق في القارة الأفريقية. هذا النصب التذكاري لسوق العبيد بني تخليداً لذكراهم عام 1998 في المكان نفسه الذي كان يتم تجميع العبيد فيه تمهيداً لبيعهم. أنا هلأ نازلة على المكان اللي كانوا بيخلوا فيه العبيد من بعد ما يجيبون من تنزانيا ويقطعون عبر نفا. المكان كتير مهم وكتير صغير وما في هواء، يعني التنفس فيه كتير صعب. يعني تخيلوا انه بهالمكان اللي كتير صغير كان يكون في مئات العبيد من نسوان لرجال لأطفال بلا أكل بس ماي شوي ناطرين يجي دورهم تيطلعوا لفوق ويتم بيعهم. كانوا حتى يربطون بهالسلاسل حتى هم يمرون. قريب من المكان اللي شفنا فيه الشباب بيمارسوا نشاط القفز في البحر يوجد ساحة للمأكولات الشعبية. تركت كريستال في الفندق تأكل من أكل الفندق، وأنا اليوم أجرب من أكل الشارع في هذا السوق الليلي الذي يقام كل يوم مساء، وهو من الأسواق المعروفة والشعبية هنا في زنجبار. هذا السوق يقام فقط في الليل، يأتي إليه الزوار من كل أنحاء زنجبار. تتنوع المشروبات والمأكولات زي ما أنتم شايفين، هنا موجود هنا أكلات بحرية وأيضا دجاج والسمبوسة ذي الحجم الكبير والفلافل المعروفة في هذا المكان. غالبية المأكولات هنا سبايسي، يحبوا أكلها حادة. واحد سمبوسة يا علي، واحد سمبوسة. يا سلام، أنا بعلم الجماعة هنا عربي. هو أصلاً عندهم الثقافة العربية موجودة وعندهم كلمات كثيرة باللغة العربية. أنت بس ابدأ هم يكملوا. تمام. طيب نطعم السمبوسة. أنا جربت السمبوسة الهندية واليمنية، الآن أجرب السمبوسة هنا في زنجبار. وزي ما أنتم عارفين زنجبار اكتسبت من الثقافة الهندية العديد من المأكولات والعادات، فخلونا نجربها. مر البحر، مر البحر. حلال 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 حلال. هذا سجادة، هذا دجاج. دجاج. ما أنا أريد بحري. تشيكن. الناس هنا جدا طيبين وجدا. هي شيلفيش. حبر. بعض المشاوي هنا جاهزة وبعضها يتم تحضيرها للزبون مباشرة. كريستال، كيف كانت رحلتك بشكل عام لزنجبار؟ صراحة كثير حبيت زنجبار، يعني فيها كل شيء، فيها تنوع بالأكل بالمباني، حتى
تجربة سوق العبيد. مع أنه قصة محزنة بس أنه تجربة غريبة لإلي. أنا كمان في المدينة هذه استمتعت جداً، رحت جربت أكل الشارع وشفت الشباب اللي يقفزوا في البحر بيمارسوا أنشطة جداً مميزة، كان نشاط حلو جداً، استمتعت جداً. زنجبار فيها من كل شيء، يعني اللي عباله يروق فيه يجي يقعد بالمنتجعات السياحية على البحر، يقضي وقته بالبحر. والذي يبحث عن الناس والزحمة أو ممكن المعالم التاريخية القديمة يقدر يشوفها هنا في المدينة القديمة. فعلا. جد مدينة تستحق واحد يزورها. وصلنا إلى نهاية رحلتنا. زنجبار بلد يستحق الزيارة. هذه الجزيرة فيها الكثير من المعالم التاريخية والسياحية المدهشة، وهي وجهة لعشاق المغامرة والتجارب الفريدة. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء.